لكن لا يخفى عليك دكتور عماد أنه واحدة من الإشكالات سواء في الكتاب المقدس فهم اليهود لكثير من العبارات اللي قالها المسيح، وكان تفسيراتها تفسيرات أرضية جسدانية بدل ما ياخذوا التفسير الروحي. ولحديت اليوم يعني احنا بنتكلم عن تالوت أو بنتكلم عن بنوة المسيح، وأول ما بيخطر في ذهن الإنسان شيء جسدي، زواج صاحبة، الشرك بالله، ثلاث آلهة، والمسيحي بحياته ما قال أي عبارة اللي فيها الشرك. كيف تفسر هذه الأمور؟ هذا موضوع طويل، موضوع كبير. موضوع أنا عارف كبير. بس أنا وياك قاعدين هيك قاعد اليوم بشركة اليوم حلوة. اليوم عم نتمتع. لكن أنت بالكلية فيك تعلم بعمق وكذا يعني. وصحيح أسيس نزار اللي عم نحكيه هون مرات كتير يبدو للمشاهد بجوز أنه ما أعطونا أدلة كفاية، والسبب أنه ضيق الوقت. نحن عم نعطي الاستنتاج الزبدة الأخيرة بعد دراسات كثيرة اللي ما عندنا وقت ندخل فيها. نعم. لكن ممكن ندخل فيها في أي وقت. نعم. بدنا نوقف وندخل فيها أكيد. ويعني هذا كمان الوعد للمشاهد أنه رح نعمل حلقات اللي هي مخصصة في كل موضوع نأخذ وقتنا فيه حتى نحلله ونفك الموضوع ونكتشف هذا الجمال اللي بتحكي عنه. أمين.